صباح الخير، خلينا نبدأ مع المؤلف مسلسل الأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني هذه القصة مقتبسة من قصة حقيقية، واللي يشوف المسلسل هذا يكون شيء واضح ومكتوب في البداية. إلى أي مدى يستطيع الكاتب بأنه يدخل عناصر جديدة في القصة دون الإخلال في القصة الحقيقية؟ صباح الخير. الأول أنا سعيد جدا أن أنا معكم. أنا عاوز أقول إن إحنا استندنا في المسلسل لقصة حقيقية، وإن إحنا بدأنا نشتغل عليها بشكل استقصائي الأول، إن إحنا جمعنا كل المعلومات الممكنة عن القصة الحقيقية، سواء تحقيقات نيابة أو تحريات مباحث أو كل المادة الصحفية المنشورة، واستعنا في نفس الوقت بضباط مباحث واللي هم كانوا شغالين في القضية ومحامين متعددين لحد ما قدرنا نكون يعني شكل كامل عن القصة الحقيقية. من اللحظة دي بيبدأ الشغل الدرامي. الشغل الدرامي بمجرد ما بدأنا احنا القصة الحقيقية خلاص ملناش علاقة بيها خالص، احنا بنبدأ نشتغل على ان في جذور حقيقية للموضوع، وبعدين بنبدأ ننسج شكل خيالي كامل اللي هو بيقدم العمل الدرامي، اللي هو لا بيوثق للموضوع ولا بيقدم فيلم تسجيلي عنه ولا بيحاول يتهم حد بحاجة او يبرأ حد من حاجة، احنا بنتفرج على مسلسل. طب ما ايضا يعني هذا المسلسل الناس بتنظر له اليوم انه يعني كانه توثيق، لانه البعض قال انه لا في حاجات ما حصلتش، الخوض في الاعراض وغيرها. كمؤلف خليني اقول لك مساحتك فين. ما هو انا زي ما قلت لحضرتك في الاول، انا مساحتي مطلقه الحريه في ان انا ما بنسبش الموضوع لاسامي، يعني انا ما بقولش ان فلان ده هو ترجمه حرفيه للشخص الفلاني في القصه الحقيقيه، ما بقولش ان انا بس الناس بتربط. ما هو جميل ان الناس تربط، بس هو احنا في الاخر لازم يعني دي معلومه لازم تكون واضحه للناس كلها. في فرق فني، يعني في حاجات فنيه ممكن تبقى دقيقه شويه مش كل الناس لازم تكون على درايه بيها، بس احنا ما فيش مشكله لو نقولها. ان في فرق كامل ما بين العمل الدرامي او العمل الخيالي والعمل الحقيقي. لما بنقول ان الموضوع مستند على حاجات حقيقيه مش معناه ابدا ان احنا بنقدم الحقيقه، لا بالعكس، احنا مستند يعني ممكن ناخد جريمه عباره عن سطر منشور في جورنال يتعمل عليها مسلسل 30 حلقه، فهل ال 30 حلقه دول هم بيجسدوا السطر؟ لا، ده مش حقيقي. الحقيقي ان الموضوع بيبقى نسيج درامي كامل مستند على جمله، على سطر، على وقعه، وبعد كده خيال الكاتب بيبقى ليه مطلق الحريه ان هو يتعامل مع الموضوع بشكل نعم. طيب خلينا كمان نروح على جمله. نعم. أنا عايز أتكلم في جملة الخوض في الأعراض لا، هو المسلسل عندنا ما فيهوش أي نوع من ده خالص. المسلسل عندنا ما فيهوش خوض في أعراض، ما فيهوش إدانة لأي حد، ما فيهوش اتهامات لأي حد، بل بالعكس إن إحنا يعني لما جينا نشتغل كان عندنا عنوان واضح وصريح كل فريق العمل شغال تحتيه، إن إحنا محتاجين ننصف الضحايا وننصف الناس اللي من الضحايا اللي تم اتهامهم باتهامات غير أخلاقية هي ما ثبتتش. يعني في كلام اتقال في اتهامات غير أخلاقية على لسان المتهم، بس كان ظاهر يعني في الحلقة. أستاذ محمد، يعني إحنا إلى الآن حلقتين وكل هذه الضجة، إحنا ما وصلنا إلى الآن إلى يعني إلى إلى قمة الموضوع أو إلى الحبكة. إحنا لسه زي ما بيقولوا بالفرشة. فرشة المسلسل. عشان مش أنا اللي مهم بالنسبة لي من المكالمة دي تحديدا، إن أنا أكون بوضح لأهالي الضحايا تحديدا إن إحنا كصناع للمسلسل إحنا معاكم، وإحنا ما بندينش أبدا أي حد من الضحايا وما بنقولش أبدا على أي حد. طيب خلينا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.